انت كذا منور. فكنت اقول لواحد يعني كيف هذا يعني ما ينتبه انه لابس الانكرة فتة مع لبس رياضي. قال لي هم بعد ما جرب كل شيء في الحياة لم يعد يبحث عن الجميل بل يبحث عن الجديد. خلاص يعني ما صار الحياة غير حتى في صلاة العيد تذهب من طريق ترجع من طريق. يعني حتى الشريعة تعلمك أنه تغير تبدل وإن كان لها مصالح أخرى وقضية شهود الأرض. في مرة عجوز يقولوا كانت في مدينة كبيرة وكانت كل ما تركب القطار تأخذ معها بذور وترميها على النافذة يمينا وشمالا وكان رجل يلحظ وهي في القطار إيه وهي في القطار يعني على النوافذ كذا وترمي. فلاحظها رجل كل يوم ذهب إلى المصنع العمل والدوام مرة اثنين ثلاث بعدين سألها قال أنت ترمي هذه البذور ليش؟ قالت له هذه بذور للورد والزهور. قال بس أنت ترميها على الرصيف. قالت له جزء يقع منها على الرصيف وجزء يقع منها على الأرض. قالها حتى اللي يقع على الأرض بحاجة إلى المطر لينبته. قالت له أنا علي البذر والزرع أما المطر فمن الله، هذه مو مهمتي أنا، المهم أن أزرع. المهم يقول مرت الأيام واحنا ماشيين جاء الربيع التفت يمين وشمال الا والله الدنيا الربيع ربعت ويمكن ربعت لحاسدك ان يطأ على الازهار لكن لا يمكنه ان يؤخر الربيع. الله 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 عد عد هذا مره ثانيه. يمكن لحاسدك ان يطأ على الازهار لكن لا يمكن ان يؤخر الربيع. الله اكبر. يقول اشوف يمين ويسار الا فعلا البذور اللي كانت ترميها العجوز بدات تزهر وتنبت. قال انا دهشه وفرحه فمحتاج الان اشوف العجوز لترى ثمره ما صنعت. فسألت عنها قالوا لقد غادرت الحياة قبل شهر. يقول أنا الآن جالس أشوف ثمرتها. قلت فكيف جالسة تحسن من غير أن ترى الثمار؟ قالوا في لحظة في القطار أشوف الأطفال يلعبون ويضحكون يقولوا هذه زهرة هذه وردة. فأدركت أنه الآن ثمرتها أنها كانت لتعمل لشيء حتى وإن لم تره. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هي ستقوم، أنت لست مطالبا بالنتائج، مطالب بالغرس بالبذر، أما النتائج فليست لك. قد تراها اليوم وقد لا تراها. يأتي النبي معه الرجل، يأتي النبي معه السلام، يأتي النبي وليس معه أحد. فكونك أنك ترى الثمرة ترى النجاح مثل ما قال الشيخ وأنت بعد ترى قلت. فأحيانا هذا الانطباع الفرح قوة واليأس مقبرة الحياة. أبقى ألقط منك اللاقط. قول يا شيخ. ذكرني أبو عبد العزيز قال القصة جميلة حقا عجبتني كثير والله، ذكرتني بالورود والزهور. أسلم. قال أنه دخل مرة في نيويورك على بار ليس مرتادا وإنما مصلحا. أنا دخلت بار. إيه. الله يهديك. مرتادا وإنما مصلح. إيه. الحمد لله. الحمد لله. إيه. فدخل البار مصلحا وليس